وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. إذا سعادة المهندس نرحب بك في نشرة الثامنة. خطة تلبية الطلبات القديمة تتضمن خيارات تتسم بالمرونة والتنوع، ما هي تلك الخيارات المطروحة على المواطنين؟ في البداية نمسي عليكم بالخير ونشكر لكم هذه الاستضافة. أما بخصوص الخيارات التي تتضمنها الخطة لتلبية الطلبات القديمة حتى العام 2004، فهي تتضمن ثلاث خيارات. الخيار الأول يتضمن تخصيص قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج تسهيل بقيمة 40,000 دينار، مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين لمدة سنتين من تاريخ الاستحقاق. الخيار الثاني يتمثل في توفير شقة سكنية للمستفيدين مع منحة مالية قدرها 3,000 دينار وإعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطق المشتركة لدى اتحاد المنتفعين. أما الخيار الثالث فسيتم من خلاله منح المستفيدين الحد الأقصى لتمويلات برنامج تسهيل والمقدرة ب 70,000 دينار مدعومة بمنحة قدرها 10,000 دينار. نعم سعادة المهندس، ما هي الخطوات المقبلة لتنفيذ أمر سمو ولي العهد؟ بعد صدور أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تم تشكيل فريق عمل لوضع جدول زمني لتنفيذ الأمر، وإن شاء الله سنبدأ التواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من تلك الخيارات، وراح نقدم لهم شرحا متكاملا لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب لاحتياجاتهم على ضوء المعايير التي وضعتها الوزارة. نعم، كنت معنا سعادة مهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.